أرحب بالدكتور محمد زاهر سحلول، المتخصص في الأمراض الصدرية والعناية المشددة، الذي ينضم إلينا من شيكاغو عبر سكايب. بداية دكتور، يعني الرئيس الأمريكي يصف تخطي حصيلة الوفيات الناتجة عن كورونا في الولايات المتحدة اليوم بالمفجع، نصف مليون وفاة. يعني ما هي الخطة المتوقعة من بايدن أن يتبعها في هذه المرحلة للتعامل مع الجائحة؟ حياكم الله. اولا اخي العزيز، رقم هائل، رقم حقيقه مخيف جدا بكل المقاييس. الولايات المتحده الامريكيه تشكل 4% من سكان العالم، 20% من الناس الذين ماتوا من الكوفيد في العالم هم في الولايات المتحده الامريكيه، اللي هي اكبر دوله تقدما من الناحيه الطبيه، اللي بتنفق من الناحيه الصحيه على كل مواطن اكثر من اي دوله في العالم. 500,000 ماتوا بسبب الكوفيد، يعني 3,000 شخص اللي ماتوا بسبتمبر 11 كل يوم لمده 6 اشهر، اكثر من الناس الذين توفوا في الولايات المتحده الامريكيه من الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وحرب فيتنام. حاليا الكوفيد هو العامل الاول للوفاه في الولايات المتحده الامريكيه قبل امراض السرطان وقبل امراض القلب. طبعا هذا الامر سيؤدي الى تداعيات كبيره يعني في الولايات المتحده الامريكيه. حاليا التركيز على موضوع اللقاح وتسريع اللقاح، الامور تتسارع من ناحيه اللقاح، يعني كل يوم يلقح حوالي مليون شخص في الولايات المتحده الامريكيه، مع 3 اشهر من الان غالبا سيلقح حوالي 40 او 50% من البالغين في الولايات المتحده الامريكيه، وهذا امر جيد لانه هناك سباق حاليا بين التلقيح وبين السلالات الجديده التي تنتشر ايضا بسرعه في الولايات المتحده الامريكيه. حاليا نسبتها 20% من الاصابات الجديده، ممكن أن تصل إلى 80% من الإصابات الجديدة مع نهاية شهر أبريل. نعم، يعني الرئيس الأمريكي اليوم في حديثه طالب بتوحيد صفوف الأمريكيين للتصدي للجائحة، ما الذي يقصده؟ ما المطلوب من الأمريكيين اليوم لمواجهة هذا الوضع الوبائي؟ هذا أمر يعني مهم جدا أخي العزيز، لأنه هذه كارثة، طبعا كارثة هائلة جدا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفي تاريخ العالم. الكارثة الأخيرة المشابهة يعني ولو يعني لا يوجد مقارنة من ناحية الإصابات هي سبتمبر 11 الذي يتذكرها كل أمريكي، وأدت إلى توحيد صفوف الأمريكيين كلهم خلف قيادة جورج بوش بهذاك الوقت. حاليا رغم الكارثة أكبر بكثير من سبتمبر 11، ولكن هناك انقسام في المجتمع الأمريكي بين من يشكك حتى الآن في موضوع الكوفيد، في موضوع الإجراءات الوقائية البسيطة كالكمامة والتباعد الاجتماعي، وحتى التردد من ناحية اللقاح، وبين الذين يقفون وراء العلم ووراء اتخاذ الإجراءات المناسبة. وهذا الانقسام لاحظناه بشكل كبير في عهد ترامب، ولا زال هذا الانقسام موجودا في المجتمع الأمريكي. نعم، اليوم وتيرة حملات التلقيح تتسارع في الشارع الأمريكي، هل من شأن هذا التسارع أن يجلب نوعا من الطمأنينة لدى الأمريكيين؟ طبعا، يعني خاصة مع الدلائل الأخيرة على أن اللقاح ليس فقط يمنع المرض من الملقحين، وإنما أيضا يخفف من انتشار المرض ويخفف من الوباء في دول الذي لقح فيها قسم كبير من الناس كبريطانيا وكإسرائيل وكالإمارات العربية المتحدة. هناك تناقص في انتشار المرض بشكل كبير. طبعا هناك تناقص في انتشار المرض في الولايات المتحده الامريكيه بسبب الاجراءات الوقائيه وبسبب التلقيح وبسبب ايضا حاليا الجو بدا يعني يتحسن، وهذا يعني يستمر، يعني ان شاء الله سيستمر في الاسابيع القادمه. ولكن موضوع اللقاح يجب ان يؤخذ ايضا مع موضوع تسارع انتشار الوباء بالسلالات الجديده التي هي اكثر انتشارا واكثر امراضيه واكثر تسبيبا للوفاه. فهذا السباق يجب يعني ان يؤدي الى تسريع موضوع اللقاح ليس فقط في الدول المتقدمه وايضا في الدول الناميه، دول العالم الثالث والدول المتوسطه الدخل، حتى نحد من هذا انتشار هذا الوباء في العالم كله وليس فقط في الدول الغنيه. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل الدكتور محمد زاهر سحلول، الاستاذ المساعد في الامراض الصدريه والعنايه المشدده، كنت معنا عبر سكايب.